أنا في سلطنة عمان، هي الضيف الشرفي للمعرض برلين. سلطنة عمان، أنا يمكن نقول إلى زرتي سلطنة عمان أنك تزور الجنوب المغربي بجمالية القصبات، بجمالية الصحراء. سلطنة عمان تعتبر من أجمل الأماكن. أنا أريكم، لأنه ضيف شرف للمعرض برلين، وهو رواق من أجمل الأروقة كذلك، مع أبو ظبي موجود قرب هذا رواق سلطنة عمان. وأنا أظن الجميع يعرف الشخص كده، هذا الشخص المعروف لكل الأحباء، كل الأحباء في كل المغاربة يحبونه، لأنه هو مقيم في، أنا سأعمل صور معه. هو تذكروا كرة القدم في قطر، وتذكروا هو يتكلم عن الفريق الوطني المغربي. الله يحفظك حبيبي، تحياتي لكم يا أهل المغرب جميعا وين ما كنت، والله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك، سعيد جدا حقيقة. ما تنسوش أن ضيف شرف للمعرض برلين هي عمان، وأؤكد وأزكي كذلك أن سلطنة عمان الجنوب المغربي يشبه لسلطنة عمان. نعم، وعندي زملاء كثيرين في الدليل الإرشاد السياحي. شكرا لكم من سلطنة عمان. الرواق الجميل جدا كذلك، هذا الرواق اللي يمكن نقول أنه يعطي قيمة لهذه الدولة الجميلة اللي هي سلطنة عمان. سلطنة عمان والصحاري سلطنة عمان وجبال سلطنة عمان تشبه كثيرين للمغرب. أحييكم من سلطنة عمان ومن هذا الرواق الجميل لسلطنة عمان. السلام عليكم.